ماشي. السؤال الأول يعني كيد أحسن. الاكسترنال لايننج اوف ذا، اول سؤال هذا انه الاكسترنال لايننج اوف ذا بريميتيف جات تيوب از كفرد وذ سبلانك، وات ويل ذس ديفلوب انتو؟ يعني معنى الكلام انه السبلانك للسبلانك ميزوديرم ذات كفر ذا بريميتيف كات، اللي هو مثلا الاكسترنال لايننج اوف ذا بريميتيف كات، شنو اللي راح يعطينا؟ تسوي لنا مثل ما قلنا الفيزرال بريتونيوم والفيوتشر ماسكوليتشر، نقصد الماسكوليتشر السموث مسل ذات سراوند الجي اي تي تراكت، طبعا ويا شو اسمه اللامنا بروبريا، قلت لكم ما عدا الابيثيليوم، الابيثيليوم يجي من الاندوديرم. زين الفيتل لاين داكت، شنو الفيتل لاين داكت؟ الفيتل لاين داكت تشوفون هنا جاي يمشي هو والالنتويس، الفيتل لاين داكت هو هذا الفيتل لاين داكت هنا والالنتويس جوا، الالنتويس تابع للكلوكوال ممبرين، والفيتل لاين داكت جاي يطلع من الميدجت. طبعا هو هذا الفيتل لاين داكت هو لونج نارو تيوب اللي هو هذا فوق الالنتويس ذات جوينز اليوك ساك. اليوك ساك نهايته لهنا نصير طبعا في تشيس هيك هنا مقصوص قاصي، جوينز اليوك ساك تو ذا ميدجت لومن، هذا الميدجت زين لومن، فهذا التيوب كله نسميه الفيتل لاين داكت. هذا بعدين يصير بي رودومنتيشن، يسوي لكم يصير رودومنتيشن بي يروح ينتهي of the developing intestinal. Vitel is found at the apex of the primary intestinal loop اللي هو هذا نقصد عليه at the apex of the primary intestinal mal midgut when the foregut rapidly elongates، فيكون داخل وين الفيتل لاين داكت؟ يكون داخل الامبليكال كورد. شنو الريزولت of this structure persisting throughout development؟ A small portion من الفيتل لاين داكت يستمر in 2% of the patient and forms an out pouching of ileum نسميها الميكلز دايفرتيكولم، فيتل لاين دايفرتيكولم ميكلز دايفرتيكولم، هاي خلوها ببالكم. احيانا من الوول مال الميدجت اللي خاصه بالاليوم الميدجت مال الاليوم يطلع فد هذا الفيتل لاين داكت يستمر بالامبريو، يسوي لنا شلون الابندكس مثل الابندكس يطلع من الوول مالته، فهذا الابندكس هذا العفو الفيتل البيرسيستنت فيتل لاين داكت اللي هو شكل الابندكس يطلع من يستمر ويا اللومن مال الميدجت على ما اتذكر الاليوم اكثر شيء الاليوم نسميه الميكلز دايفرتيكولم ان 2% اوف ذا بيشنت، فمرات يصير بالتهاب انفلاميشن بالميكلز دايفرتيكولم. زين من يصير بالتهاب يسوي لنا فيتشرز مثل ما بالابندسايتس، بس هي حقيقه مو بالابندكس، هي الانفلاميشن صار بالميكلز دايفرتيكولم. زين هذا التيبل، هذا السؤال الثالث، التيبل شبي الفورغات شي سوينا؟ سوينا الاوسوفيغاس، يسوينا البروكسيمال دودينام بروكسيمال تو ذا انترنس اوف ذا بايل داكت الامبولا اوف فاتر، هاي وخروا الاي اكتبوا فاتر في اي تي ار مو اي ار، وايضا طبعا البلاد سبلاي مال الفورغات من يجي من السيلياك ترانك اللي تطلع من الاوسوفيغاس، فالفورغات البارتس مالته ان الاوسوفيغاس والبروكسيمال بارت اوف ذا دودينام الى وين؟ الى مكان الانترنس مال البايل داكت، الى مكان الانترنس مال البايل داكت والميجر بنكرياتيك داكت، مكان الانترنس مالتها نسميه الامبولا اوف فاتر مثل ما قلنا هذا الاي واخره كتبوا ار. الميدجت البارتس مالته اجزاءه تبدي من الدستل انترنس اوف ذا بايل داكت والبروكسيمال 2/3 of the transverse colon، البلد سبلاي مال الميدجت يجي من السوبريير ميزنتريك ارتري، الهايند جت اجزاء شنو؟ ديستال 1/3 of the transverse colon، الابر انال كانال، والبلد سبلاي مالته يجي من الانفيريير ميزنتريك ارتري. شنو الميزنتري؟ وات از ذا ميزنتريز؟ الميزنتريز حكيناها بالمحاضرات الاناتومي لكم وطرقنا لها ايضا شلون يصيرن بالامبريولوجي. زين
فالميزنتريز هي عبارة عن folding double layer of peritoneum that enclose the organ and connect it to the anterior abdominal wall. هاي وظيفتها، هي support وتحيط، ومن خلال الميزنتري pass the blood vessel and nerve vessels through the mesenteries to the to the GIT tract. The portions of the gut tube and its derivatives are suspended from the dorsal and ventral body by these mesenteries are called intraperitoneal. فكل جزء يكون داخل أي فيزرة من الجي آي تي، سواء الجي آي تي تراكت أو the liver أو الستوماك، ذني يصيرن داخل البريتونيوم يغطيهن، نسميه intraperitoneal. Whereas organs that lie against the posterior wall and only covered by peritoneum on its anterior surface مثل الكيدني نسميها retroperitoneal. فأي organ تحيط البريتونيال layer and support it to the anterior abdominal wall هنا راح يسوينا mesentery، فيكون الأورغان intraperitoneal. بينما الأورغان إذا كان extraperitoneal لا، أو نسميه retroperitoneal، هنا not covered all it by peritoneum، فيكون retroperitoneal. فالأورغان ما بي mesentery، يعني الكيدنيز بيها mesentery لا، البنكرياس بيها mesentery لا، الاستومك بيها mesentery الاستومك بيها mesentery، بس نوع mesentery يختلف ما نسميه ميزنتري، نسميه ليسر والجريتر اومنتم. الميزنتريز مثلا موجوده بالسمول انتستين، تحيط السمول انتستين، تحيط الترانسفيرس كولون نسميه ميزو كولون. زين، هاو داز ذا ديفلوبينج فور جات ديفر فروم ذا ميد اند هايد جات ان تيرمز اوف ميزنتريز؟ الفور جات بي تو ميزنتريز مثل ما تعرفون، الانتيرير الفنترال او نسميه والدورزال، مثل ما تتذكرون بالمحاضرة مال الامبريولوجي. While in the midgut will hang only the dorsal mesentery will persist. واضح؟ بالفورغات الانتيرير mesentery أو الفنترال mesentery خاصة اللي يحيط لكم الليفر راح يسوي الفالسيفوم ليجمنت بعدين، ويسوين الليسر اومنتام اللي يربط ما بين الاستوماك والليفر. إذني كلهن عبارة عن derivatives of the ventral mesentery مال الفورغات، والدورزال mesentery اللي هن يسوون الderivatives مالتهن، يسوون the greater omentum. حتى مطيكم جدول بيها الderivatives مال الventral mesentery مال الفورغات شنو الderivatives مالته، والderivatives مال الدورزال mesentery. الventral mesentery مثلا derivatives مالته الفالسيفوم ليجامنت مال الليفر الكوروناري ليجامنت، بينما الderivatives مال الدورزال mesentery اللي هو الجريتر اومنتم اللاينورينال ليجامنت وغيرهن، مطيكم اياها كجدول. راجعوا المحاضره تشوفون كل التفاصيل بالنسبه للفنترال والدورزال ميزنتري مال الفورغات. شنو الستراكشرز ديفلوب ان ذا فنترال ميزنتري اوف ذا فورغات؟ الليفر اللي هن اللي ديريفاتيفز مال الفنترال ميزنتري اللي تحيط ان الليفر، مثل ما قلنا الفالسيفوم ليجمنت واحد من عندهم. بالفورث ويك اوف ذا ديفلوبمنت ريسبيريتوري دايفر ديفلوبس انتو ذا فنترال وول اوف ذا فورغات. شنو الكونجنتال بروبلمز ممكن تصير فروم ان ابنورمال ديفلوبمنت اوف ذا سبتم ذات ديفايدز ذيس ستراكشر ويتش ويل بيكم ذا اوسوفاجس اند ذا تريكي؟ اكزامبل عليهن الاوسوفاجيال تريجي اعطيناكم اياها وحكينا عليها. الأوسوفاجس end in a blind ended pouch معناتها rather than connected normally to the stomach. هاي معناتها الأوسوفاجيال تريجي، يعني الأوسوفاجس ما تستمر وسوينا الستومك تنسد. And or tracheo esophageal fistula يعني صير فيستولا connection ما بين التراكيا والأوسوفاجس، فسوينا فيستولا اللي هي عبارة عن abnormal connection ما بين الأوسوفاجس والتراكيا. It is caused by أسبابها by spontaneous posterior deviation of the tracheo esophageal septum. يعني السبتم ما يقطع لنا، ما يكون كامل هنا بين التراكيا والاسوفاجس، فيبقى connection بيناتهم. زين، or from the other cause from some mechanical factor pushing the dorsal wall of the forgut anteriorly. الفورغات يجي anteriorly، فممكن يسوي ايضا connection ويا التراكيا.
And its most common form, the proximal part ends at the blind and the distal part is connected to the trachea by narrow canal just above the bifurcation. Other types of the defect in this region occur less frequently. احنا هذا الحكي تفاصيل ما اريده من عندكم بس تعرفون انه ليش جاي يصير الكونكشن الفيستولا هاي جاي يصير باي تو فاكتورز يا اما ميكانيكال سبورت pushing the dorsal wall of the foregut anteriorly ويا اما لا ما راح يصير سبتيشن هذا هنا التشو ما راح يفصل لك الاوسوفاجس عن التراكي فهذا السببين هذني هذا الحكايتين كلش كافي اللي هنا وانتهى الموضوع شكرا طلاب شكرا شكرا